ينطلق اليوم برنامج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج لوفد من الجالية المصرية بأوكرانيا يضم مصريين مقيمين وشباب الدارسين، حيث يحتوي البرنامج على عقد دورة تثقيفية عن الأمن القومي المصري في أكاديمية ناصر العسكرية وعدد من الزيارات الميدانية وقناة السويس، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الشباب التي تستضيف إقامة الوفد خلال أيام البرنامج.